كابتن خالد بيبو، الفترات اللي فاتت بما انك اتعاملت مع الكابتن خالد بيبو، ناس كتير كانت تقعد تقول هو عنده شخصيه قويه ولا لا، هو مؤهل لمنصب مدير الكره في النادي الاهلي ولا لا، اصله كابتن سيد مش عارف كان اقوى، اصله لا ما بيعترضش على الحكام الكابتن خالد بيبو. لما بتسمع الكلام ده كله وانت اتعاملت مع كابتن خالد بيبو عن قرب، رايك ايه؟ راجل محترم. ده اول حاجه، ومش عملت حاجه. الناس بتقيس الشخصيه بالزعيق والشكل. النهارده اللاعب لو ما حبكش مش هيديك حاجه. مع احترامي. انا قلتها برضه عندك، اللي متغطي باللاعب عريان. صحيح. بس اللي خالد بيبو النهارده مثلا احترامه يجبر اللاعب اللي قدامه ما يقدرش يغلط. خدت بالك؟ لان هو بياخده كابنه. يعني ده خالد بيبو عمل حاجات في الكوره كتيره، فهو اسلوبه هادي جدا، بيعامل الناس كلها بادب، بس في نفس الوقت شخصيته قويه. شخصيته قويه بالقرارات. يعني هو شخصيته في موقف حصل ومش هيخش بقى يشتم ويزعق ويقول له انا هعمل فيك واعمل فيك واعمل فيك واعمل فيك. خدت بالك من ضمن الحاجات؟ انما هو لا، بياخد القرار بهدوء، وبتبان الشخصيه برضه. يعني بيقول لك من ضمن الحاجات اللي الواحد برضو اخطا فيها شويه عمليه السكوت. زي ما بقول لك السكوت من ذهب. يعني انت بس بتعبيرات وشك، ممكن تتعامل بتعبيرات وشك. صحيح. تعبيرات وشك بالنسبه لك لها معينه، بيحس كذا والكلام ده. صحيح. خالد بيبو يعني بسم الله ما شاء الله عليه.